مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم الى عدد جديد من ترندينج الشروق نيوز نيمار بكى بالامس ورونالدو بكى اليوم وغدا من سيبكي هذه هي الساحره المستديره تبكي الاساطير نهايه رجل شجاع ولاول مرة في مسيرته الدون كريستيانو رونالدو ينهار من البكاء الشديد الهستيري بعد خسارته وخروجه من كأس العالم بعدما شاهد بأعينه نهاية حلم منتخب البرتغال من مونديال قطر خاصة وأنه آخر كأس عالم في مسيرته الكروية نتابع هذا الفيديو بكاء رونالدو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي فالجماهير الكروية لم تتوقع نهاية الدون بهذه الطريقة نتابع بعض التعليقات ونبدأ بتعليق جورجينا رودريغيس وهي والدة أولاد كريستيانو التي عبرت عبر حسابها على الانستغرام والتي علقت وقالت كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة لذلك أو ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والإحترام وأضافت جورجينا: حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغير كل شيء ولكن بعد فوات الأوان لا يمكنك الإستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضاً الحياة تعطينا دروسا اليوم لم نخسر لكن تعلمنا كريستيانو نحن نحبك حسب تعليق جورجينا نأخذ تعليق آخر للإعلامية خديجة بن جنة التي غردت عبر موقع تويتر وقالت نيمار بكى بالأمس رونالدو بكى اليوم نهاية حقبة الاحتكار الكروية تعليق آخر لحفيظ الدراجي الإعلامي الجزائري والمعلق الذي غرد أيضا على تويتر وقال كرة القدم فقط من تفعل بالكبار هذا. نفس المشهد تكرر بكاء نيمار ورونالدو. تعليق آخر لعادل الذي قال عبر تويتر أيضا أسدلت الستارة وانتهت وانتهت الحكاية. انتم ايضا بامكانكم التعليق والتفاعل معنا عبر صفحات الشروق نيوز منتخب الديوك انتزع الفوز من انجلترا بنتيجه هدفين لهدف وهذا يعتبر اول فوز لمنتخب الديوك على الاسود الثلاثه في تاريخ كاس العالم في مقابلة اعتبرت من بين أجمل مباريات ربع نهائي مونديال قطر. وقبيل مباراة فرنسا وانجلترا دخل رئيس ايمانويل ماكرون في تحدٍ مع رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك. وقال ماكرون عبر حسابه على تويتر: قال لرئيس الوزراء البريطاني: عزيزي أتطلع إلى مباراة الليلة. إذا فاز المنتخب الفرنسي وسيفعلون فستتمنى لنا التوفيق في نصف النهائي أليس كذلك؟ رد عليه رئيس الوزراء البريطاني وقال آه آمل ألا أضطر إلى ذلك لكنك حصلت على صفقة نتطلع إلى أن تقف خلف الأسود الثلاثة في الجولة القادمة الأمر الذي حدث فعلا فبعد خسارة منتخبه آه، متمنيا او بعد خساره منتخبه، تمنى رئيس الوزراء البريطانية التوفيق لفرنسا في هذه التغريده في مباراته القادمه ضد منتخب المغرب. رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا حول مباراة انجلترا وفرنسا، رصدنا لكم بعض التعليقات، البدايه بهذا الحساب الذي علق انجلترا الافضل والحظ لم يكن بجانبها، هذه هي الاقصائيات تفوز ولا تلعب. حساب اخر لهذه الصفحه التي كتبت: تخيل بعد كل التحليلات والتوقعات والترقب لكاس العالم اربع سنين بالاخر يكون النهائي فرنسا كرواتيا مره ثانيه حسب توقعه. حساب اخر لامونه التي كتبت علي موقع الفيسبوك وقالت الطرف الافضل هو من فاز فرنسا اقوي من انجلترا وتستحق النصر بكل جداره ناخذ تعليق اخر لمحمد عواد الذي صرح عبر موقع الفيسبوك وقال انجلترا حاولت فعلت ما بوسعها مشكلتها انها لعبت ضد فرنسا التي تعرف كيف تفوز مشكلتها ان هذا المونديال يجب او يحب تجميع الذكريات الحزينه لاساطير بلدانهم انتم ايضا يمكنكم التفاعل والتعليق عبر هذه الحادثه عبر مواقع الشروق الاخباريه صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة وثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تقام صلاة الاستسقاء عند تأخر نزول المطر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف دعت المواطنين للقيام بصلاة الاستسقاء عبر كامل التراب الوطني الأمر الذي لباه المواطنون حيث أقيمت الصلاة اقتداء بسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإمام بأحد مساجد المسيلة يؤدي صلاة الاستسقاء وحيدا مستغربا لخلو المسجد من المصلين نتابع هذا الفيديو ربما هذه الكلمات المقتضبه انما هي حصره على تخلف الناس عن صلاه الاستسقاء وابيت الا ان اصليها استنانا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي يقول من احيا سنه فله اجرها واجر من عمل بها والتخلف عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونها امرا محمودا اسال الله ان يبارك لنا وان يهدينا رواد مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا هذه الحادثه. جمعنا لكم بعض التعليقات. نبدا بهذا الحساب لمصطفى الذي كتب عبر موقع الفيسبوك وقال: السلام عليكم اخواني الاصل ان صلاه الاستسقاء صلاه جماعه تصلى في ساحه كبيره او مسجد يتسع لالاف المصلين حتى يكون الدعاء موحد ومشاركه ومشاركه كافه المصلين في طلب رفع البلاء عن بلاد المسلمين فهل يعقل ان يغفل القائمون على شؤون المسلمين ان تقام هذه الصلاه مثلا قبل صلاه الجمعه بساعه او بعدها ايضا وهذا افضل لحضور الم المسلمين والله أعلم حسب رأيه تعليق آخر لهذا الحساب الذي قال لا تحزن يا شيخ والله العظيم المسجد الذي صلينا فيه صلاة استسقاء لم يتجاوز عدد المصلين عشرة اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفهاء منا ننتقل إلى حساب آخر أميرة والتي أيضا علقت حول هذا الموضوع وقالت دعواتي معك شيخنا من المدينة المنورة حساب آخر شكري شكري أيضا علق حول هذه الحادثة واستنكر ما حصل مع الإمام في ولاية المسيلة وقال ربما دعاء واحد صادق خير من آلاف اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانط أنتم أيضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق نيوز الى هنا نصل واياكم الى ختام عدد اليوم من ترندينغ شروق نيوز سلام الله عليكم